تمام، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. دي الحلقة هقول لعبة جديدة لسه نازلة حرفيا طازة يوم 28. اللعبة اسمها ريستورانت سيميليتر 3D، نفس المطور اللي عملنا كل اللعب دي تقريبا، جيم سوبر ماركت وبنزينة فكل حاجة يعني. فقبل ما نبدأ مش هعمل لايك وسبسكرايب وشير لو اللعبة عجبتكم، تقولوا لي لو عايزين منها فيديو تاني. يلا بينا. ماشي ماشي ماشي. عايز ريستورانت اورنج جوبز. طيب انت كصاحب مطعم شغلانتك انك تاكل الناس الجعانين او الزباين. ايوه بيبت في زيم. بعد كده تقدر تاكلهم في اطباق ده، وده واحد من الزباين. دايما في حد مستني. طيب خلاص مش عايز اظبط بص البتاع. العربي بتاعها عدل ولا بايظ؟ نوس لا شغال والله. مش كل اللعب بتاعتهم مظبطين في العربي. مهلا، هل تفتح هذا المطعم؟ هل شيء لان انت كده حاجة؟ طيب انا هفتحه حالا. هو يلا بينا شوف الدنيا فيها عاملة ازاي. بطاطس مقلية، ناجتس، هوت دوج. طيب نمشي مع ايه؟ مع التوتوريال شوية. لا بس يعني اخيرا لعبه فيها عربي مظبوط، والتقريب بتاعت محل قطع الغيار برضو اللي مظبوطه. دخلت لعبتها شويه بس اول اخر يعني. سويت البطاطس بس ما عملتش حاجه تانية. البطاطس جايه بالظبط يعني، اللي هي ايه، مجمده او متقطعه، واحنا هنعملها بقى. رب يكون يعني ايه في طبخ برضو في اللعبه. شغل قدامها 10 ثواني. طب نبص على الشوب بسرعة كده ونشوف ده يحصل. معدات، شواية، ثلاجة، رفوف، ديكورات. يا تراخيص. لا مش هامين من اي حاجة دي. ماشي مش بزبطوها. نقل الصناديق الى مخزن بعشرة. ليه يا حبيبي ليه؟ خذ المنتجات المعدة. طيب شيل في صندوق جديد شفته، ونيجي نحطها هنا. بطاطس طازة لسه معمولة طالعة من الزيت حالا. ارميه، حط لها السعر 103 سعر السوق 3. ماشي 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 كده. ماشي نفتح المحل. يا رب صبحنا وربحنا. ها اللي بعده خش يا الحق كله على شغلك على طول بقى. ماشي التاني جه. يلا طيب 46. انت عاوز تاكل قد شغل ولا عاوز تفك ولا في ايه؟ ماشي ده بعده 6. ودي بقى شكل الفيزا بقى جديد مش نفس التاني. 75. ماشي 11. 12 يا عم. يلا ناقص واحدة. تقول لي اشتري ايه بعديها بقى ولا ايه؟ مش عارف لسه. ماشي 3. واحد ماشي يلا. بعد الديكور ديكور هات ارخص حاجة زهرة بس كده. طب الاكل بقى نطلب ايه تاني؟ اللي بعد جبني جنيه 47. يلا مع السلامة. طيب ده وصل محل الفيديو ده كده يقفل. ماشي افتح نحطها هنا مثلا. بس زي الفل ده يكون مش اكتر. ترخيص المنتج اللي هو بكام ده حضرتك؟ ترخيص انا مش فاهمها دي.
بميت لا معيش. فاحنا مقلاة شواية. طيب احنا هنجيب ناجتس وبطاطس. هو شواية تلاجة لسه مش ايه مش تاناش احنا الاجهزة دي دلوقتي. طيب نبص ناخد لفة في المدينة كده بتاع البحر. لا اروح البحر والنبي والنبي اروح البحر. شكله حلو ريستوران تيستي فود. ماشي نجيب الاكل نعمله وناخد صورة بقى. هاي فزي ما تقولوا قولولي لو اللعبة عجبتكم. اللي عايز اللينك بتاعها يقولي في الكومنتات. نزل عنها فيديو تاني ولا كفاية ودي واحد فقولولي. اوبا هي لونها عجيب شوية. انا مالي انا هو اللي هاكل احط يدي عشان انا قلقان منها اساسا. ماشي بس بصراحة حلوة يعني ان احنا مش اكل بيجينا جاهز ونعمله وقصدي ونبيعه على طول يعني مثلا فيها حتة سيموليتر كده يبدأ الطهي. بذمتك الفراخ تقعد 10 ثواني ازاي وتستوي؟ لا قولي. معلش على فيديو فيلم سيموليتر يعني الفيديو نص ساعة والله بس جه عليه كوبي رايت في كذا حتة ومكنتش اعرف ان هو يعني كان بيكس ما جاليش كوبي رايت وكان بيجي يعني ثانيتين ما كنتش باخد بالي ان هو مش انا كنت فاكره بيشيل صوت اللي في الفيديو ما خدتش منه بيشيل حتة الفيديو كله اساسا يعني الحتة اللي فيها الصوت بصوتي. فهو يعني مبقاش فيه غير حلين يا اما اكتم صوتي اكتم الصوت كله في اللعبة عشان الحتة بتاعت كوبي رايت يا اما اشيلها كلها من يوتيوب. يعني كنتش عارف الموضوع ده فرجعت بقى من برا كان على الساعة 1 أو الساعة 12 اكتشفت بقى يعني الفيديو نص ساعة لقيته 16 دقيقة. ازاي معرفش. طيب بطاطس نعملها يلا. الفراخ ده هتتساب لبكرة. حلو لو انت سخنها مش فارقة شغل يا ابني. ابدأ الطهي هدا اطلعني برا. الدنيا بدأت تليل. 7 × 7 هنا ماشي قصت السرعة دي جنب بعض في الصورة لا تحت بعض خلوه تحت بعض احسن. طيب يغل القيمة حطين السعر فنستنى مع اليوم الجديد. تمام والساعة بقت 9 بس ما شاء الله مش عارف يعني ما قفلتش ليه مش عارف. فتح هو بي في الساعة 9 عندكم يعني مش عارف. وانا خدت حاجة وتزود لي الدخل اخيرا الصبح جه ناخد الصورة. تمام يلا بينا نفتح. المفروض ان هيجي لي ربح 5% زيادة ف يعني 10 دقايق شغال بيسجل. تمام يلا بينا اتفضلوا. مين راح الشغل بقى؟ عندنا ناجتس وفي بطاطس. ايوه باكيت ناجتس لسه معموله طازه يعني لسه خارجه من الزيت هي بردت بس. 3-0-3 كده ماشي. اللي بعده البضاعة الجديدة 100,000 مية قصدي 100,000 ايه مش عارف. طب هناخد باكت ناجتس مع باكت بطاطس هتلاقي حاجة تتكي فوق مع بعض مفروض ده مع ده. جنيه انت عملتها ازاي وحيد ابوك يعني اديتني 7 جنيه ازاي؟ ده كان هي عملة بجنيه يعني 5 جنيه وفيها جنيه او 10 حتى عملتها ازاي دي؟ العملة اللي بسبعة عندك. ايوه انت الوحيد اللي خدت اتنين مع بعض شاطر. 85 اللي بعده يلا. دي موسيقى عاش كوبرايت بقى نفس الموسيقى بتاعتهم في كل الالعاب بس حلو.
ماشي مع كل حاجة. يلا بقى اشتروا بطاطس، خلصت. طب اطلب، نعمل تاني، مش هنخسر حاجة. اطلب اتنين، يلا فلست. 13 14 بطاطس خلصت. طب بتاكلش ناجتس ولا ايه؟ طيب مش عارف، لقد نفذت البطاطس مننا. لسه 44، يخرب بيتك. ماشي. ستة تاجي، ماشي. فين؟ ماشي، لسه متعودش. افتح، هعملها على طول على طول وجاي، مش هتأخر. احط هنا، ارمي، شغل، ابدأ الطهي. ارمي دي بقى. حاضر حاضر حاضر، ثانية واحدة. ارمي، خلصت بقى، خلصت الفراخ، خلصت الفراخ، خلصت الفراخ. اللي بعده 12، وبقيت لي في التلاتة، ما عنديش بضاعة. ماشي، طيب كفاية كده، فيديو صغنن عشان يبقى مونتاجه سهل ومساحته مش كبيرة. عشان ثانية، يعني أنا بعد ما منتجت قعدت وفضيت مساحة كبيرة عشان أعرف أمنتج فيديو فارمينج سيميليتور، قص نصه في الآخر، كنت عملتها أنا خلاص. ده أنا عملته بجودة قليلة، حتى كنت بنزل فيديوهات فوق اتش دي، نزلته اتش دي بس عشان مش فيه مساحة. نحط، نخليها الفيديو الجاي. ارمي، ماشي، حط دي كمان تستوي. الفيديو الجاي بقى اشيلها من الزيت بقى. ارمي، شغل. طب كفايه كده، ربنا يكون في عونكم. اهم حاجه تشتركوا، لايك، سبسكرايب، شير. فيديو صغير، يعني الناس ما بتتفرجش على الفيديوهات الكبيره، ففيديو صغير. قولوا لي برضو لو عايزين حلقه جديده منها عجبتكم او لا. يلا، شوف حلقه جديده. سلام.